قلق في إسرائيل وترقب عالمي. 40,000 مقاتل باتوا على حدود الدولة العبرية من اليمن وسوريا والعراق، وهاريتس تقول إنهم ينتظرون إشارة من حزب الله. إنها إسرائيل وجبهاتها المشتعلة التي كلما أخمدت واحدة اشتعلت الثانية، وهذه المرة جاء الدور على سوريا. في تطورات مقلقة للجيش الإسرائيلي، أشارت تقارير صحفية إلى أن هناك تحركات غير عادية لمجموعات قتالية في مرتفعات الجولان السورية. هذا القلق يشمل تحركات حوالي 40,000 مقاتل من دول مثل سوريا والعراق واليمن. فما هي قصة هذا التحرك؟ وكيف يراقب الجيش الإسرائيلي هذه التطورات؟ تقرير لصحيفة هاريتس الإسرائيلية كشف التفاصيل والمخطط بالكامل، إذ قال إن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التحركات الكبيرة لمجموعات مسلحة من سوريا والعراق واليمن متجهة نحو مرتفعات الجولان. ولهذا يشعر الجيش الإسرائيلي بقلق متزايد تجاه طبيعة هذه التحركات، وخاصة في ظل الأوضاع المتوترة والصراعات المستمرة في المنطقة. وقد أضاف التقرير أن هذه التحركات تأتي في سياق تعاظم نفوذ الجماعات المدعومة من إيران، والتي تسعى للضغط على إسرائيل عبر الحدود الشمالية. التحركات على الجولان ليست مجرد تجمعات عسكرية بسيطة، بل تمثل محاولة لتغيير معادلة القوى في المنطقة، خاصة مع وجود تلك الجماعات المسلحة ذات التوجهات الشيعية والمدعومة من طهران. التقارير التي تناولت هذه التحركات تشير إلى أن حوالي 40,000 مقاتل ينتمون إلى فصائل شيعية مختلفة من سوريا والعراق واليمن قد تجمعوا أو يتمركزون في مناطق مختلفة على مقربة من الحدود الإسرائيلية، لا سيما في مرتفعات الجولان. وترى هذه الفصائل أن تصعيد نشاطها على الحدود مع إسرائيل يمثل فرصة لتغيير موازين القوى الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد حدة التوتر بين طهران وتل أبيب. التحركات العسكرية لهذه الفصائل، خاصة تلك المدعومة من إيران، تهدف إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل، وقد تشمل التخطيط لهجمات أو عمليات استفزازية على طول الحدود. الوجود الإيراني في المنطقة لعب دوراً محورياً في توجيه هذه التحركات. إيران التي تعتبر نفسها قوة إقليمية رئيسة لم تخفي طموحاتها في تعزيز نفوذها من خلال دعم وتمويل المجموعات المسلحة الموالية لها، وتستخدم طهران هذه الفصائل كأذرع عسكرية تعمل من خلالها على تعزيز نفوذها الإقليمي وتكريس مصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك ممارسة ضغوط على خصومها الإقليميين وعلى رأسهم إسرائيل. من سوريا إلى العراق ومن اليمن إلى لبنان، تعمل إيران على تمكين هذه الجماعات من التحرك بحرية والقيام بعمليات عسكرية تخدم أجندتها الإقليمية، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي. وفي ذات الوقت، وكما يصف الكثيرون، فإن تلك التحركات قد تكون محاولة من إيران لتقديم الدعم لميليشيا حزب الله التي تعاني من ضغط عسكري كبير من إسرائيل، وتتخوف من اجتياح بري قادم من تل أبيب، حيث تصف صحف إسرائيلية هذا التجمع الكبير بأنه ورقة حزب الله الجديدة أمام إسرائيل، وتؤكد بأن جميع المقاتلين ينتظرون إشارة من قيادة الحزب لتنفيذ هجوم ضد تل أبيب. الأساس في القضية أن الدور الإيراني المتنامي في المنطقة وتأثيره على تحركات الفصائل المسلحة أثار قلق تل أبيب، التي بدأت باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أي تطورات محتملة على الحدود الشمالية، وبدأت إسرائيل بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع سوريا، بما في ذلك نشر المزيد من القوات وزيادة نشاطها الاستخباراتي لرصد أي تحركات غير عادية. وتسعى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش إلى جمع معلومات دقيقة حول نشاط المجموعات المسلحة في المنطقة وتقييم نواياها ومدى جاهزيتها لتنفيذ عمليات قد تؤثر على استقرار المنطقة. والمخاوف الإسرائيلية لا تقتصر فقط على التحركات العسكرية على الحدود، بل تمتد إلى احتمال تكرار سيناريوهات التصعيد السابقة التي شهدتها المنطقة، خاصة مع وجود دعم إيراني قوي للفصائل المسلحة.
وقد سبق أن شهدت مرتفعات الجولان مواجهات وتوترات متكررة، وفي حال تصاعدت التحركات الحالية فإن هناك احتمالية أن تشتعل الأوضاع مجدداً، مع احتمال أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لضبط الأوضاع والرد على أي تهديدات. التحركات الأخيرة تلك تأتي في ظل أوضاع متوترة بين إسرائيل ودول المنطقة، مع تعاظم النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا واليمن، وتنامي قوة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران يعزز من المخاوف الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد وتيرة الخطاب السياسي والعسكري بين إسرائيل وطهران. وقد بدأت إسرائيل منذ فترة في التحذير من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تعزيز النفوذ الإيراني سواء في سوريا أو العراق، مؤكدة أن أي محاولة للاقتراب من حدودها ستواجه برد عسكري قاس. في سياق هذه التطورات، من المهم أن نلقي نظرة أعمق على الأوضاع في سوريا والعراق واليمن، وكيف تلعب هذه الدول دوراً في تعزيز التحركات العسكرية المدعومة من إيران على الحدود مع إسرائيل. في سوريا لا تزال الأوضاع معقدة بسبب الحرب المستمرة والفراغ السياسي والأمني الذي نتج عنها، وتستغل إيران هذا الوضع لتعزيز وجودها العسكري من خلال دعم الفصائل الموالية لها وإنشاء قواعد عسكرية. وتعتبر مرتفعات الجولان إحدى النقاط الاستراتيجية التي يمكن لإيران استخدامها لتهديد أمن إسرائيل، خاصة إذا تمكنت من تعزيز وجودها هناك. أما في العراق فإن النفوذ الإيراني أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. تمتلك إيران علاقات قوية مع العديد من الفصائل الشيعية المسلحة، والتي تشكل قوة عسكرية مؤثرة على الساحة العراقية. وقد استخدمت إيران هذه الفصائل لتحقيق أهدافها الإقليمية، بما في ذلك تعزيز وجودها في المنطقة القريبة من الحدود مع سوريا، والتي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق لعمليات ضد إسرائيل. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تعزيزاً للتحالفات بين الفصائل العراقية الموالية لإيران وزيادة في التنسيق العسكري بينها، وهو ما يمثل تحدياً للأمن الإقليمي. وفي اليمن تعزز إيران وجودها من خلال دعمها لميليشيا الحوثي، وهم فصيل مسلح ينتمي للطائفة الزيدية الشيعية. واستغلت إيران الصراع المستمر في اليمن لتعزيز نفوذها وتزويد الميليشيا بالأسلحة والتدريب، وتحويل اليمن إلى نقطة تهديد جديدة لإسرائيل ودول المنطقة. وتعزيز الوجود الإيراني في اليمن بالتحديد يعكس استراتيجية طهران الإقليمية الرامية إلى تعزيز نفوذها وتوجيه رسائل واضحة إلى خصومها الإقليميين بأنها قادرة على الوصول إلى مناطق بعيدة ومختلفة من الشرق الأوسط. من جانبها تعكف إسرائيل على إعداد نفسها لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل هذه الفصائل المدعومة من إيران سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، وتقوم بتعزيز استعداداتها العسكرية والاستعداد لعمليات استخباراتية تهدف إلى تحديد نقاط الضعف والقوة في التحركات العسكرية لهذه الفصائل. وتسعى تل أبيب من خلال جهودها الأمنية إلى إحباط أي محاولات قد تهدد استقرار حدودها ومنع الفصائل المدعومة من إيران من تنفيذ هجمات أو عمليات استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل إسرائيل على تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية لمواجهة التحركات الإيرانية، فمن خلال التعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى تسعى إسرائيل إلى الضغط على إيران وفرض عقوبات إضافية عليها والحد من قدرتها على تمويل وتسليح الفصائل المسلحة في المنطقة. هذا التعاون الإقليمي والدولي يمثل جزءاً من الاستراتيجية الإسرائيلية الأوسع لمواجهة التهديدات الناشئة عن التحركات الإيرانية في المنطقة. في الختام، يبدو أن مرتفعات الجولان ستظل نقطة توتر ساخنة بين إسرائيل والدول المجاورة، فالتحركات العسكرية والمخاوف الأمنية ما زالت تؤرق تل أبيب في وقت يسعى فيه الجيش الإسرائيلي لإحباط أي تهديد قد يأتي من الحدود الشمالية. التحركات الأخيرة تشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة وتكشف عن تغيرات في ميزان القوى الإقليمية. فهل نحن على أعتاب تصعيد جديد في المنطقة؟ وهل سيتمكن الجيش الإسرائيلي من إحباط التحركات العسكرية للفصائل المدعومة من إيران؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.